بكم وين ما كنتوا تتابعوا فينا في تونس ولا خارج حدود ارض الوطن. هذا هو ليالي تونس، البرنامج اللي من خلاله باش تواكبوا معنا اهم التظاهرات وباش تسهروا معنا زايده في ابرز المهرجانات الصيفيه في تونس ولا في الجهات. حصتنا لليوم ثريه ومتنوعه، ابقوا معنا، مشاهده طيبه. تستعد مدينة الثقافة لاحتضان الدورة العشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. التحضيرات كانت انطلقت من بداية الأسبوع، خاصة لوضع اللمسات الأخيرة لحفل الافتتاح اللي باش تحييه الفنانة لينا شماميان. نخليكم تشاهدوا معنا الكواليس التحضيرات وصور لإلياس السويسي. المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، دورة خمسينية الاتحاد، من 27 إلى 30 من جوان يونيو 2019 بمدينة الثقافة تونس. للعام الثاني على التوالي تحتضن مدينة الثقافة أعرق وأكبر التظاهرات الإعلامية والفنية في الوطن العربي، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته العشرين، في رحاب هذا الصرح والمكسب الثقافي الكبير في بلادنا. استعدادات حثيثة وتحذيرات على قدم وساق، هدفها إنجاح هذا المهرجان اللي دأب اتحاد الدول العربية على تنظيمه بالتعاون مع مؤسسة التلفزة التونسية ومؤسسة الإذاعة التونسية وبالشراكة مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية. حفل الافتتاح يأث العام هذا الأوركسترا السيمفوني التونسي بقيادة الميسترو محمد بوسليمة بمشاركة الفنانة لينا شماميان الجانب المطرب البحريني فيصل أنصاري. أما الاختتام فبش يكون بحفل فني تتولى دولة فلسطين تأمين الجانب الفني والموسيقي فيه بصفتها ضيفة شرف المهرجان للدورة الحالية. مهرجان يشارك فيه مئات المبدعين والفاعلين في مجالات الإعلام السمعي البصري والتكنولوجيا باعتباره فرصة للتلاقي وتبادل الخبرات والتجارب في اختصاصات وتجارب مختلفة. المهرجان في دورته العشرين واللي يستضيف سناب باسم خوري وصباح الجزائري من سوريا، فاطمة خير من المغرب، ودليلة مفتاحي وسلوى محمد من تونس، يحتفي أيضا بكوكبة من ألمع نجوم الشاشة والأثير والسينما العربية ومن أعلاميين وكتاب وفنانين ومخرجين في الساحة الإبداعية العربية، اعترافا بكل ما قدموه في مجالاتهم المهنية والفنية. يشار إلى أن الدورة الفارطة تحصلت خلالها تونس على 9 جوائز بين برامج تلفزيونية وإذاعية في أصناف مختلفة، فحظ موفق للأعلام العمومي في الدورة الحالية. جاي غادي لتونس صاري اغزر لي شوي، نزل لي من الطيارة خاطر قلبي شي خطير كبير، خوفني من حالي علي، تغشش اتنرفز اتقلق واتنقرز، قال لي ما فيني سافر خاطر اني سوري، ويا اخي انا تجرح في بلدي الفساني بيعشق في بلدي، حرب هي اختارتني انا ما اخترتها بشي، يا اخي اصبر علينا شوي.
الشام. وعلاش تفرق ياسمين الفيزا ما بتعرف مين، بس انت بتعرف وانا بعرف عز ولاد الشام. يا خيزي علينا شوي تظاهرة السينما تدين التعذيب بنظمة سينماتيك بمدينة الثقافة بشراكة مع والونيا بروكسل معرض للصور المتحركة حول حقوق الإنسان. فريق ليلي تونس كان حاضر بقاعة الطاهر الشريعة بالمدينة وعد لنا التقرير التالي. التعذيب هو أبشع مظاهر المهانة الإنسانية والشكل اللي جرت الإنسان من أبسط حقوقه. وفي الإطار هذا احتضنت مدينة الثقافة تظاهرة فنية شاملة جمعت بين الموسيقى والسينما ومعرض صور فوتوغرافية ورسوم متحركة ببادرة من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبمشاركة مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية. باش نختتموا الموسم نتاع المكتبة السينمائية التونسية تظاهرة هامة على التعذيب بمناسبة يوم عالمي للمساندة مساندة ضحايا التعذيب. حبينا نكرموهم، عملنا مع المنظمة العالمية لضد التعذيب UNCT حققنا المعرض هذا قدمناه بالمناسبة. ثم معرض آخر يقدم حقوق الإنسان بطريقة طريفة من خلال الصور نتاع البوند ديسيني. معرض منا فينا وهو بمثابة إرادة 50 شاب وشابة أرادوا أنهم يوثقوا حكايات قريبة من حياتهم اليومية تمكنهم من امتلاك تقنية الفن الفوتوغرافي في إطار توثيق شهادات حية لمجموعة من الشخصيات اللي تعرضوا للتعذيب وتأثير ذلك على حياتهم. فالتقطت عدسات هؤلاء الشباب مجموعة من الصور فيها تفاصيل تجارب شخصية من خلال لوحات جزئية وبسيطة لكن تصنع تاريخنا الإنساني. الموسيقي عمر العور افتتح السهرة السينمائية بمروحة موسيقية فنية عزف من خلالها مقاطع عبر فيها عن رفضه لكل أشكال العنف والتعذيب. Thank you.
ارتيست من هذا من واجبي باش ما نقولش ليه باش نقول اي، وهذا سي نوبل كوز ولازمنا نكون وراها. دونك انا فرحان برشا اللي جيت عزفت واستدعاوني باش نعزف افيك غون بليزير وبكل بليزير كما يقولوا في المانيفيستاسيون اللي هي لا جورني انترناسيونال دي سوتيان دو فيكتيم كونتر لا تورتور. الفيلم اليوم غوست هانتينغ اللي راى عندوني فيلم فلسطيني اصطياد اشباح، يحكي على قصته كفلسطيني واعتقاله وتعذيبه، ويحكي في على التجربه هذه المؤلمه اللي السينما عاونه باش ينجم يتعدى لمرحله اخرى باش ينجم يعالج نفسه. التحقيق عادت 3 أسابيع تقريبا مش متذكر وقت. اذا بعرض عليك 3 أدوار سجين محقق عنيف او محقق دبلوماسي لطيف، اي دور بتختار؟ محقق بكل صفاته. يعني تحس حالك تقدر تتقمص دور المحقق يعني؟ طبعا. ورجيني كيف. انت لمين تابع؟ اشتغل ماليش خاص، ما بتدخلش ليش؟ اقول لك لمين تابع؟ اشتغل حدا يعني. الفيلم كان قوي جدا ومؤثر جدا. هو بحكي عن قصة فلسطينيين، وطبعا فلسطينيين في كثير منهم تعذبوا في السجون الإسرائيلية بطريقة مهينة وغير إنسانية، فهذا الفيلم جسد هذه التجارب وحكى عنها بطريقة جديدة، هي بين رياليتي شو وبين فعلا إنه تمثيل، فكان مؤثر جدا ويعني حرك فيه مشاعر كثيرة. كان من 2012 تم استدعائنا عن طريق الممثل ديجنيتي اللي هي جمعية دنماركية يعني تعمل مناهضة التعذيب، وتكون في معناتها في معناتها دي بروفيسيونيل في الميدان هذا اللي هما يوليو ينجموا يعالجوا الناس اللي تعرضوا للتعذيب. ده مين تابع؟ تابع لحدا. مين تابع بقول لك؟ مش تابع لحدا. رمزي بديش استعمل معك العنف. اوكي سوري. سوري ضيقتك؟ لا ابدا. فين دي لك دور سجين تلعبوا؟ انا ممثل بتعيش. هو فيلم بيه دون لو سونس اللي انكاست ان بو من الفيلم بتاع تعذيب الاول معناها جيبوا دي فيكتيم معناتها حقيقيين يمثلوا. فما لو جو دو رول اللي زون شانجي او فور اي مزور لي رول نتاعهم يعني مره هما يعذبوا مره لي كل شيء. فيلم الحقيقه لقيته طويل برشا، وديما نخاف وقت اللي يعني نحكيو على موضوع فلسطين وعلى التعذيب في فلسطين نتيحوا في حاجات كليشي يعني ديما فرد حاجات ديما بون يبدل. هو كان يقول لك فما تبديل فما تغيير، انه نجم تقول فما دي تيمونياج حقيقيين خاطر يحكيوا مثلا على حياتهم، يخرجوا ساعات من الدور نتاعهم يعني كيما الدوكيومونتير هكا شويه. كنت في السجن المسكوبية ولا باي سجن كنت؟ جنين. جنيت سبع. التحقيق جنين. تحقيق جنين كان تحقيق مركزي. تقريبا مركزي نعم. يعني زنازين و... زنازين وشبح استجواب سجن انفرادي و... خزانة لا ما سجلتش. أنا قرأت إعلان لكم طالبين شباب كانوا خبرة بالسجن أو كانوا مسجونين وبتعملوا فيلم والفكرة يعني كثير لفتت انتباهي وأنا كثير مهتم بهذا الموضوع، فقررت أنه أجي زي أي حدا.
هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم من ليالي تونس. موعدكم غدوة إن شاء الله معنا في نفس التوقيت. وتوا بقى لي كان باش نقول لكم بسلامة وفي الأمان.